السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام متابعينا أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحكم ما بعد ثاني جولات دوري نجوم قطر لهذا الموسم، موسم 2014-2015. في البداية أحب أن أنوه على أني أقدم هذه الحلقة بالنيابة عن زميلي بدر بلال اللي نتمنى لوالدته الشفاء العاجل بإذن الله، هو متواجد مع والدته اللي تمر بأزمة صحية، نسأل الله العلي القدير أنها ترجع بالسلامة وتنور عيالها وتنور مكانها في الدوحة. بداية وقبل أن نتحدث عن هذه الجولة، الجولة الثانية بكل تأكيد نرحب بضيوف هذا البرنامج خبراء التحكيم لدى قنوات الدوري والكاس. نرحب فيك بداية كابتن جاسم مندي أبو عبد الرحمن، الله يحييك. حياك الله أبو محمد وحياك حقيقة في أحد برامج حلقات التحكيم، حياك الله. قديم وأنا قديم جديد، قديم إن شاء الله جديد، وحي الله أبو طلال أبو فهد وجميع الأخوة المشاهدين. يا مرحبا وسهلا فيك أبو عبد الرحمن. كابتن عبد الرحمن الدلاور نرحب فيك أبو طلال. مساء الخير ونمسي على جميع متابعين قنوات الدوري والكاس برنامج الحكم، ونرحب فيك لأول مرة تلاقي وياك، فإن شاء الله. هذا شرف لي كابتن. لا بالعكس، إحنا اللي شرف لنا ونستفيد من بعض إن شاء الله. ومسي على أستاذي أبو عبد الرحمن وأخوي أبو فهد الإمبراطور أبو فهد. يمسك بالخير. الله يمسك بالخير يا أبو محمد. طبعا أنت قديم معي من سنتين، وفي نفس الوقت أتحمد لأخوي بدر بلال بالسلامة، الأم سالم والدته إن شاء الله ترجعنا بالسلامة، وحييك ابو محمد وحيي الجمهور وحيي ابو طلال وابو عبد الرحمن. يا مرحبا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام قبل ان نتحدث عن فقرات برنامجنا لهذا اليوم، خلينا نتابع معكم هذا الفاصل السريع ومن ثم نعود مره اخرى. جولتان إذن من دوري نجوم قطر انقضت، وبكل تأكيد هناك العديد من الحالات التحكيمية، هناك 6 مباريات ومباراة مؤجلة هي مباراة الشحانية والسرية بكل تأكيد. ولكن قبل أن نخوض ونتحدث معكم مشاهدين الكرام في ما دار من حالات تحكيمية في هذا الأسبوع، هناك بيان أصدره الاتحاد القطري لكرة القدم عبر نائبه سعود المهندي، تحدث فيه عن قضية رأي عام. هي قضية الرأي العام حاليا اللي تشغل الشارع الرياضي بصورة كبيرة، وهي قضية الحكام القطريين اللي تم استبعادهم من التحكيم في المباريات. هذا البيان طبعا لو نطلع عليه بشكل سريع، أبرز النقاط الموجودة فيه، أكد سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم أن الأحداث الأخيرة لقضية الحكام والتي تم تداولها في وسائل الإعلام المحلية أن التحكيم القطري يمر بأزمة ولا بد من التعاطي معها بحزم وحكمة. وأيضا من ضمن النقاط اللي ذكرها بشكل مختصر بأن لا وجود للغير منضبطين بالنسبة للحكام في دوري نجوم قطر أو حتى في لجنة الحكام بصورة عامة، والبقاء فقط لمن يتقيد بشروط الانضباط. ذكر أيضا بأن هناك جلسة مكاشفة بين الاتحاد ولجنة الحكام والحكام لوضع النقاط على العروف. يعني دعونا نتحدث بداية عن هذه القضية، قضية أخذت عفوا حيز كبير جدا من قبل وسائل الإعلام، أيضا من قبل لجنة التحكيم من الطرفين، سواء من طرف لجنة التحكيم أو حتى من طرف الحكام. معنا اتصال هاتفي مع سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم. بداية أبو عبد العزيز نرحب فيك ويعطيك الصحة والعافية. مرحبا أخوي عبد الرحمن، مسي عليك وعلى الأخوان الموجودين عندك في الاستديو. يا مرحبا مسي فيك. بداية بسعود، آخر المستجدات في هذا الموضوع، يعني كما ذكرنا في المقدمة موضوع أخذ حيز كبير جدا في الآونة الأخيرة، آخر المستجدات على هذا المستوى. هو طبعا يعني الكل عارف أن في مشكلة صارت عندنا مع الحكام أو من قبل الحكام، هذا الشيء احنا ما نقدر ننكره، لكن كيفية التعاطي معه او وضع الحلول له يجب ان يكون طبعا بحزم وايضا يكون بحكمة، وهذا الشيء طبعا هو نص بعيوننا موجود، وان شاء الله ان خلال الايام القليلة الجاية ان شاء الله راح يكون في حل لهذه المشكلة. لكن في نفس الوقت اخوي عبد الرحمن نحب اكد ان الحكام هم اخطأوا،
وهذا الخطأ طبعا بغض النظر حجم الخطأ أو يعني سواء كبر الخطأ أو صغره، لكن في خطأ وكان هذا الشيء المفروض ما يصير أو يعني ما يبذر من حكام خاصة فيهم حكام فيهم خبرة ومن النخبة. فالمفترض أنه ما كان هذا الشيء يحصل منهم، وكان المفروض هذا الحكام يكون لهم دور كبير في عدم حصول هذا الشيء، يعني أنه ما يحلوا الموضوع قبل أن يحصل. لكن طبعا للأسف ما كان في أي طبعا بوادر من هذا الحكام أن هم يحاولون يحلون المشكلة أو الأزمة أو قبل تصير الأزمة. طبعا احنا نرفض سياسة لي الذراع، هذا يعني ما لن نقبل فيه. لكن تقصد سياسة لي الذراع أبو عبد العزيز؟ نعم، تقصد سياسة لي الذراع؟ نعم، سياسة لي الذراع هذا ما نقبل فيها. طبعا احنا هذا المشروع، مشروع التحكيم مشروع يهمنا صورة كبيرة، احنا يعني عملنا عليه لا يقل عن 7 أو 8 سنوات. ما نبي في الأخير أن هذا المشروع يعني بتصرفات غير محسوبة من بعض الحكام ممكن أن هي تهد هذا المشروع. طبعا نتائج هذا المشروع أنتوا كلكم شفتوه، حتى الأخوان كفاتن اللي موجودين عندك عايش وهذا الوضع. الحكم القطري الآن أصبح يشار له البنان. طبعا هذا كله مش وليد صدفة، هذا وليد عمل كبير سواء من طبعا الاتحاد ولجانة طبعا اللي هي لجنة الحكام، وأيضا لا ننسى الدور الكبير للأخ طبعا أبو حامد ناجي الجويني في هذا الموضوع. نعم. طيب عبد العزيز، يعني أنا في عندي نقاط جوهرية ربما الجميع اتفق عليها، بأن بداية هؤلاء الحكام يعني أنتوا عملتوا على هذا المشروع من تقريبا 11 سنة، وبالتالي يعني من المؤسف جدا أن هذا المشروع الكبير، وبعد ما أنت ذكرت والجميع يتفق أيضا بأن حكامنا يشار إليهم بالبنان، أن يضيع هذا المشروع سدى يعني بخطأ، مجرد خطأ بغلطة واحدة، يعني مش من المنطقي أو من المعقول أني أنا أسرح جميع الحكام، حكام قطريين في النهاية عيالنا، في النهاية عيال قطر يعني.